مستمرين معاكم مشاهدينا بأولى فقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم. معنا اليوم السيد محمد العثمان مساعد مدير عام الخدمات المصرفية في البنك الوطني. حياك الله يا أبو خالد، نورتنا في ليالي الكويت. الله يسلمك، نور نوركم. أول شيء مشكورين على الاستضافة، ما شاء الله عمل جبار وراء الكواليس. توني أشوف أسولف مع الجماعة أقول لهم إحنا بنقعد بالتلفزيون ما ندري إن هذا كله يصير، فما شاء الله الله يعطيكم العافية صراحة. الله يعافيك، حياك الله، نورتنا في ليالي الكويت. نور نوركم. أخوي محمد، حابين نتكلم عن البنك الوطني. إحنا كلنا عارفين أنه من أعرق وأقدم البنوك الكويتية، بس نبي نعرف مكانته، المركز اللي يحتله سواء بالسوق الكويتي أو الإقليمي. أخت غادية مشكورة، ما قصرتي. لما نتكلم عن البنك الوطني، يمكن البنك الوطني يمثل الكويت ككل. اليوم لما قاعد نتكلم عملائنا وحتى غير عملائنا الكويتيين لما يسافرون برا الكويت، اليوم احنا متواجدين ما شاء الله في 14 دولة من ضمن الكويت، في 4 قارات على حول العالم. لما واحد يروح لندن ولا يروح باريس ولا جنيف ويشوف شعار البنك الوطني يقول انا كني بالكويت، احس بالامان. اي والله فعلا، عشان كذي بنك الكويت الوطني بالقائمة الاكثر 50 بنك امانا بالعالم كله. اليوم ما شاء الله اغلب التصنيفات العالمية، احنا نحتل المراكز الاولى على مستوى الكويت وعلى مستوى الإقليم كله، أو خلينا نقول الخليج العربي والمينا ريجن بالعالم. هذا وايد شيء يميزنا اليوم، وتواجد عملائنا أكيد، قاعدة عملائنا الكبيرة بالكويت أكيد تميزنا وتعطينا تاريخ 64 سنة اللي فاتت، جيل بعد جيل ما شاء الله قاعدين يبنون بهالبنك. والله أذكر أبو خالد دعاياتكم القديمة هذه، الجمل مالت زينة. هلا زينة. يعني صدق، يعني ذكرى من الإعلانات اللي كانت مميزة في الكويت، حفظناها ولحد الحين بارنا يعني. مثل ما تفضل. ويمكن هالشيء حبينا نكرسه أكثر لما يمكن شراكتنا اليوم مع كتزينيا في الأفنيوز، موجود لنا فرع هناك. همش الأولاد أو الأطفال الصغار من الآن نعلمهم على الادخار، نعلمهم على المعاملات البنكية حتى وهم في كتزينيا، في موجودين في الأفنيوز. أجين يمكن يبقى تميز البنك الوطني وجوده بالكويت كأكبر البنوك تواجدا، شبكة الفروع الأكبر 68 فرع اليوم نخدم عملائنا ما شاء الله، أكبر شبكة ATMs، أجهزة سحب آلي موجودة مملوكة للبنك الكويت الوطني. هذه الشغلات كلها يعني بنت من جهد كبير أكيد، وهذا الشيء اللي يميزنا أكيد عن باقي البنوك، يميزنا احتلالنا اليوم. حتى شعار بنك الكويت الوطني أو الماركة البراند مال البنك الكويت الوطني اليوم يقدر بأعلى التصنيفات، يقدر 1.4 مليار دولار، من أكثر العلامات التجارية قيمة في الكويت بالنسبة للبنوك الكويتية كلها ما شاء الله. طيب أخوي محمد، يعني أنت تكلمت عن كتزينيا وأن عندكم شراكة، وإحنا قاعد نشوف مساهماتكم المجتمعية الكثيرة، بس نبي نعرف العميل شنو مركزه بالنسبة لكم؟ العميل هو رأس مالنا. الله، بالضبط على كلمة اسمع هذه. بالضبط، يمكن شيء يميزنا ويميز زملائي الموظفين وكلنا، لما نيجي نخدم العميل نخدمه بحماس، نخدمه بشغف، نخدمه فعلا انه نحس انه هو داش بيتنا، نحس انه فعلا هو على راس اهتماماتنا وراس اولوياتنا. قبل لا نحط اي برودكت جديد او منتج جديد لعملائنا، دائما ناخذ بالاعتبار شنو عملائنا يبون. نروح ونسمع. اليوم احنا متواجدين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، سواء عن طريق الخدمه الهاتفيه، عن طريق الوطني اونلاين، عن خدمه الموبايل بانكينج، وعن يمكن السنه اللي فاتت فتحنا فرع المطار اللي موجود 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع. وتحويل عملات الحين صار تقدر تصرف منه بفرع المطار. والشيء المميز ايضا حتى بعد الجوازات، مطار الكويت الدولي في عندنا 3 مكاين سحب الي، تسحب 6 عملات ما بين الدينار الكويتي، الدولار الامريكي، اليورو، والجنيه الاسترليني، والدرهم الاماراتي. هذا كذي تقدر تسحب انت من غير فوائد، يعني انا اسحب مثلا مطار الكويت مثلا فلوس ما ياخذون اذا انت عميل بنك الكويت الوطني. شلون؟ اذا انت عميل بنك الكويت الوطني. انزين، واذا مو عميل ايش كثر النسبه؟ اذا مو عميل لحد الان احنا مخلين الخدمه هذه حصريه لعملائنا عملاء بنك الكويت الوطني. اذا كان حسابك بنك الكويت الوطني وانت رايحه لندن مثلا، تقدرين تروحين تحطين بطاقتك، تختارين الجنيه الاسترليني، راح تاخذينه بسعر الصرف اللي موجود بنفس اليوم، احسن ما توقفين عند مثلا صراف صح غيره، وهذا ياخذ عليك فائده وكذا. بالضبط هذا. زين ابو خالد، خلينا نتكلم كلام، لكن بسالك سؤال مو موجود عندي هنا في النصوص. سلي تبي. في الفتره الاخيره لاحظنا في سرقات كثيره تصير عن طريق التليفون، ياخذون رقم البطاقه نفسه، يدقون عليك ناس كذي عشوائي يطلب منك رقم البطاقه، ويقدر من خلال هذا الرقم انه
يبوق رصيدك. شلون تم هذه الطريقه يعني، وشلون ممكن نخلي العملاء نخافون او يتجنبون هذا الشيء؟ شوف احنا دائما يمكن دزينا اس ام اس على الويب سايت لما تدش، حتى بالكوميونيكيشن او بالكوميونيكيشن مع العملاء قاعد نقول لهم لا تعطي رقم البطاقه لاي احد كان، لا تعطي الا اذا كنت داخل الفرع، لا تعطي حتى احنا موظف البنك ما راح يطلب منك رقم البطاقه، انت راح تحطه بالارقام اللي موجوده بتليفونك عشان تقدر تدش على حسابك. فبالتالي هذه امور سريه، الرقم السري لا تعطي احد. فالمفروض انك ما تعطي احد لان هذا شيء خاص فيك. اليوم يمكن حتى ارقام الحسابات ما هي موجوده على الاي تي ام كارد اللي عندك صادر من بنك الكويت الوطني، لان احنا نحاول على قد ما نقدر. موضوع السريه والامان جدا جدا شيء مهم عندنا، من اكبر موظف بالبنك لاصغر موظف للبنك. فاللي انا احث عملائنا دائما انه لا تعطي رقم البطاقه حق احد، لا تعطي الرقم السري، هو اسمه رقم السري. هو لما يدخل عليك يدخل عليك من باب انه مبروك ربحت جائزه، ربحت مع المملكه ومعك البنك الوطني، يقول لك عرفت؟ فهذا اللي يظلمك شوي، خليك انه اول شيء اذا احنا بنتصل فيك ونبلغك راح يكون اتصال، وراح يعرفونك باسمهم من فريق العلاقات العامه بالبنك، او من اتصال من رقمنا اللي هو 1801801 اللي هو 1801801. غير كذي في عندنا بروسس معين او اجراءات معينه على اساس نقول لك تعال تعال عندنا. ما راح نطلب منك اذا احنا عارفين انك انت اللي فايز، ليش اطلب منك رقم البطاقه؟ صح. ليش اطلب منك الرقم السري؟ راح اقول لك راجعنا بالمبنى البنك الكويت الوطني بالدور الفلاني وتعال استلم جائزتك. خلينا نتكلم بما انك قلت ان العميل هو راس المال. طبعا. فطلبات العملاء الحين تغيرت وكثرت، ومواكبة العصر صارت يعني ضرورة. صحيح. ومثل ما قلت 14 فرع بالعالم، يعني 14 دولة. 14 دولة في العالم. بصور. يعني نطاق واسع لتقديم خدمات مميزة على مستوى العالم. بالضبط. اليوم يمكن مثل ما قلت لك لما نطرح أي منتج، سواء اللي نتكلم عن الكويت الجزء اللي أنا مسؤول عنه، نرجع للعملاء شنو هم يبون، شنو هم محتاجين فعلا. اليوم يمكن قاعد تشوفين بفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان سناب شات تويتر أو الانستغرام، اليوم احنا ما شاء الله أكثر فولورز عندنا من بين البنوك كلها، لأن احنا متواصلين مع عملائنا، متواجدين وياهم على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. نحاول الرد على جميع استفساراتهم، نحاول الرد على جميع طلباتهم. هذه شغلة. الشغلة الثانية قاعد نحاول نكون موجودين، اليوم احنا يمكن موجودين هنا بس عشان نكون قراب يمهم، نسمعهم، يمكن اليوم يسمعونا بس اكيد راح يكون في تعليقات، يكون في اسئلة الرد على اسئلتهم. اليوم يمكن موجودين لما فتحنا فرع المطار قبل سنة ونص تقريبا، السنة اللي فاتت، لان عملائنا كانوا طالبين ان احنا نكون موجودين 24 ساعة. اليوم لما نطور الخدمات الموجودة على الوطني اونلاين موبايل بانكينج، بالنهاية هم طلبات عملائنا وأمنياتهم هم اللي احنا قاعدين نحاول نحققها. اليوم فئة الشباب فئة جدا مهمة، اليوم ما شاء الله 70% من الشعب الكويتي ترى أقل من 30 سنة ما شاء الله. فبالتالي لازم نكون موجودين عند الشباب، مو معناته ان صار لنا 64 سنة بالسوق معناته احنا قدام، بالعكس قاعد نحاول ننافس نفسنا. اليوم مستوى الخدمة اللي قاعد نقدمه ننافس نفسنا، اليوم صرنا ما شاء الله بنش مارك لجميع البنوك وشركات اللي تقدم خدمة بالكويت. نبي نصير نفس الوطني. نلقى يمكن الأسبوع اللي فات كان معكم سيد عماد العبلاني مدير عام الموارد البشرية. صحيح. وتكلم عن شلون احنا مو بس قاعد نصدر الأول، قاعد نصدر حتى الخبرات اللي موجودة بنك الكويت الوطني إلى بنوك ثانية. فبالتالي لو برجع على الشباب وايد شيء مهم. اليوم يمكن عندنا إن شاء الله بنص رمضان ب 12/6 ل 14/6 عندنا شراكة مع جامعة الكويت، كل سنة يكون تكريم حفل متفوقين الثانوية العامة تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي، نسويه برعاية بنك الكويت الوطني. السنة بالتنسيق مع جامعة الكويت صار حفل متفوقين من 12 إلى 14/6، بالإضافة إلى حفل أو معرض الفرص الدراسية. اليوم الطالب لما يتخرج من الثانوية العامة يكون بعض الساعات مقرر وين بيروح، أي كلية أو صح. أي جامعة بيروح. ساعات يقول أنا لا يبا أنا ما أبي، محتار مثلا بين الهندسة، محتار بين العلوم، أروح الجيش، أروح الشرطة، أروح كذا. اليوم نفس الشيء فندق شيراتون الكويت إن شاء الله راح نكون موجودين في معرض الفرص الدراسية على مدى 12-13 ثلاثة أيام، راح يكون كل كليات الكويت، كل الجامعات الموجودة بالكويت متواجدة في شيراتون.
مباشرة الكويت إن شاء الله، وراح يكونوا موجودين يقدمون. فإذا أنت طالب متخرج من الثانوية روح وزور هالمعرض، افتر على راح يكون في عندنا تقريبا حوالي 49 جهة مشاركة. حلو. 49 جهة مشاركة تتكلم كلها عن شنو المجال اللي أنت راح تدرس فيه، تحدد مستقبلك الوظيفي، تحدد مستقبلك الدراسي اللي بعده، تحدد بنكك. أيه. أكيد هذا ما في شك. هذا ما في شك، ثقي تماما. يمكن مشاركاتنا الاجتماعية ما هو الغرض منها دائما، شوف احنا بالنهاية مؤسسة ربحية، بس بالنهاية ما هو الغرض ربحي بالنهاية 100%. اليوم ما شاء الله في تروحين منطقة صباح الصحية، في عندنا مستشفى هناك موجود. صحيح. مشاركاتنا عندنا موعد الافطار الصائم ان شاء الله في رمضان، عندنا مشاركات، يعني دائما تحرصون على التواجد في كل شيء. بالنهاية مثل ما بلشت اخوي عبد الله لما نتكلم عن الوطني، الوطني هو الكويت. أيوة. اليوم انت لما تنزل مطار الكويت من تشوف التيوبس اللي موجود عليها شعار البنك، اليوم نص مطار الكويت ما شاء الله من تنزل شعار البنك الكويت الوطني موجود، لما قاعد نكون متواجدين تبطل الراديو بنك الكويت الوطني موجود. صح. اليوم معاكم تبطل، يعني قاعد نحاول نكون موجودين بكل مكان عملائنا يكونون متواجدين فيه. اليوم عندنا هم قاعدين نشتغل مع شراكة ورعايات مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أجين يبقى هذه الشغلات كلها تخص الشباب، تخص الفئة، مو معناته احنا آسف هاملين أي فئة أو شريحة أخرى من شرائح المجتمع، بالعكس. حلو، تفضل ابو خالد. كلام بخاطرك، قول كمل. لا لا قول قول. انا بسالك هم ايضا سؤال مو موجود هنا، خذ راحتك. ليش موضوع 3000 اخترتوه؟ انه والله شخص بيحط ايداع ان المبلغ اذا كان اكثر من 3000 دينار لازم اسمه وكذا وتشيكون المبلغ. شوف هذه نظم، انت لو تروح يعني خلينا نعرف شو الموضوع. خلينا نقول هذه نظم اجراءات عالميه، لان انت لو تروح يسالونك اذا معاك، لو تروح بامريكا باي مطار ولا حتى باي دوله من دول العالم كلها، يقول لك اذا عندك ما يعادل 10000 دولار او اكثر لازم تصرح. بس هذه جديده شغلات، مو قديمه، قبل ما كان زمان. يعني ايش كذا صار لها 3 سنوات؟ لا والله 3 4 سنوات. انا قاعد اتذكر مع شوف لما كان في طبعا على مستوى العالم اليوم مكافحه غسيل الاموال، الانتي ماني لوندرينج وغيره، والسياسات قوانين الجديده اللي طلعت على العالم كله ما هو بالكويت كله. دائما اقول لك اياها، بنك الكويت الوطني يمكن دائما في عملاء ساعاتيون يقولون انتم شويه تطولون، انتم شويه معقدين. من اي ناحيه تطولون؟ بالمعامله، او انا اروح بنك ثاني اخلصها بسرعه. يمكن بس ثق تماما انك انت يمكن خايف عليه وحارص عليه 100%. 100% العميل، نتعامل مع العميل يعني عميل وراء عميل بحرفيه، بمهنيه عاليه. موظفينا لما ما يمسك يدش، يوصل مرحله انه يدش على السيستم ويشوف حساب العميل الا بعد مراحل من التدريب المكثف، بعد مراحل من التعليم، ويقعد وراء موظف. يعني العمليه كلش ما هي سهله للامانه، على اساس ان احنا يكون اليوم اجين ارجع واقول لك موظفينا اليوم يفتخرون انهم جزء من بنك الكويت الوطني. انا واحد من الناس افتخر اني جزء من بنك الكويت الوطني، وان موجودين احنا بخدمه عملائنا دائما. هذا يعني لما نخدم عملائنا نكون جدا سعيدين. صدق تماما، لما نروح الصبح كل واحد من الموظفين وزملائي لما ندق سيارتنا سلف ونروح الدوام ما نحس ان هذا دوام، ما نحس ان هذا رايحين نأدي عمل، كثر ما انه هو يعني هو دام في متعه. في ناس عندك متجدده يعني على طول كل يوم تشوف اشكال جديده. شوف شيء حلو. هذا شيء مهم ترى، لما تشوف ناس جديده خصوصا بالفروع، يمكن والشباب اللي موجودين بالفرونت لاينر سواء فروع بالكول سنتر وغيره، عجله خلينا نقول التطوير وايد سريعه بالبنك. اذا اليوم موظف تلقاه يمكن يدش اليوم صراف، خلال سنه سنتين يكون مسؤول حسابات، خلال 3 4 سنوات يوصل الى مسؤول حسابات شخصيه، تلقاه 5 6 سنوات تلقاه صار مدير فرع. اذا كان فعلا هو قاعد يشتغل وفعلا قاعد يعطي. وفي عندنا ما شاء الله مواهب سواء كويتيه وغير كويتيه، والاخص كويتيين موجودين بالفروع بشكل ما شاء الله يعني. طيب اخوي محمد، سؤال اخير نختم في هذا اللقاء، نتكلم عن الخدمات المصرفيه الشخصيه، شو اللي يميز خدماتكم المصرفيه الشخصيه؟ لما نتكلم عن شخصيه معناته انا قاعد اتكلم عن الريتيل او نظام او الفروع، الكول سنتر، الدايركت سيل اللي تشوفينهم في مثلا بمجمع الافنيوز، يمكن خلال الويكند اللي طاف واللي قبله كنا موجودين نشرح عن حملاتنا اللي صارت خلال الفتره هذه. يمكن اكبر حمله عندنا بلشنا فيها بشهر بواحد 5، بنستمر ان شاء الله ل 15/9 خلال فتره الصيف، نرجع لعملائنا وشلون نبي نكافئهم وشلون نبي نميزهم عن عملاء البنوك الاخرين. ان احنا فعلا ندري فترة قبل رمضان
كل عام وانتم بخير ان شاء الله ومبارك عليكم الشهر مقدما. الله يسلمكم. ناس قاعد تشتري جهز بعدين عيد بعدين سفر. قاعد نقول حق العملاء روح واستخدم بطاقات بنك الكويت الوطني الائتمانيه. في عندنا 20 فايز راح ياخذ كل اللي صرفه لغايه 10,000 دينار راح ارد له الفلوس مره ثانيه. كذي قاعد نميز عملائنا اليوم. اذا نتكلم مثلا عن الشباب والبريبيد او بطاقه الدفع مسبقه الدفع بالضبط حق بالنسبه للشباب قبل شهر فزنا فيها على مستوى الكويت احسن بطاقه مسبقه الدفع بالنسبه للشباب على مستوى الكويت كلها من شركه فيزا العالميه. كان الاحتفال في دبي. كذي قاعد نميز عملائنا. كذي الخدمات المصرفيه الشخصيه تميز عن اي فروع او اي بنك ثاني للامانه. فاجين يمكن تشوفيني شوي قاعد اتكلم حماس عشان هذا اللي عجبني اصلا هذا الله يحفظ مو عشان شيء بس لانه فعلا يمكن لو تتكلم مع اي واحد يشتغل بنك الكويت الوطني يحب يكون هو الشخص اللي يمثل هذا البنك بالضبط راح تشوفين هالشغف وحبه لخدمه العملاء وخدمه الناس. احنا طبعا نشكرك جدا لوجودك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق اجمعين يا رب ومشكورين على لقاءاته. الله يحفظك حبيبي خالد. كلمه اخيره توجهها للمشكورين مشكورين وما قصرتوا على هاللقاء وان شاء الله نكون فت اكثر ما استفدت ان شاء الله. الله يحفظك سالم بارك. مشاهدينا راح نرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل مع الفنانه الكبيره هدى حسين فخلكم ويانا.